السلام عليكم طلاب المرحلة الثالثة قسم هندسة تقنيات الأجهزة الطبية. محاضرة اليوم Angulation Control اللي هي تكملة محاضرة الأندسكوب جهاز الناظر. وصلنا إلى Angulation Control اللي هي السيطرة على الزاوية. زاوية منو؟ The Angulation Control of the Distal End is performed by left hand of the endoscopy. يعني هاي الانجوليشن كنترول سيطر على الديستال اند، تسيطر على الديستال اند اللي يمكن انه نحركها رايت يمين، ويمكن ان نحركها باربع اتجاهات اللي هي اب وداون اعلى واسفل وليفت ورايت يسار ويمين. بالنسبة طبعا هي يعني تحرك لنا منه تحرك لنا الديستال اند. بالنسبة لل air water and suction valve, a set of button and valves are located on the proximal end of the endoscope to deliver air water and suction terminal contents. يعني مجموعة من الصمامات طبعا حسب الحاجة located موقعها على the proximal end للendoscope to deliver توصيل المياه الهواء والماء أو عملية القيام بعملية الشفط. connector section شنو مكوناته؟ يتكون من اللايت جايد والاير بيب والالكتريكال كونتاكت with compatible او compatible with the processor مع معالج ومصدر ضوء light source والسايد كونكترز جانب الكونكترز للواتر كونتينر يحتوي على المياه على عملية السكشن يعني الجزء المشفوط و CO2 والانسيرشن تيوب فنتنج بالاضافة الى وجود الاس اللي هو السيفتي صمام الامان الموجود وين يعتبر كجراوند بالاندسكوب لتقليل reducing electrical shock صدمات الكهربائية أو خطورة الصدمة الكهربائية على المشغل. هذا رسم توضيحي. هذا هو طبعا light guide. هذا هو light guide لأن اللينسز العدسات. وعندنا ال CCD شريحة نانا الفيديو بروسيسر معالج الفيديو ونانا اللايت سورس. اندوسكوبيك اكسسوارز الاكسسوارات اللي يمكن انه نضيفها حسب نوع الاندوسكوبي. بايو ساي فورسيبس اللي هو منقط لقطع الخزعة. الجلاس بيرز الماسك دايليترز الموسع والنايفز السكاكين واكو تو ماني تايب من عدد كثيرة من وانواع كثيرة من الاكسسوارات اللي يمكن نضيفها حسب حاجتنا للاندسكوبي. انواع الاندسكوبي اولهم اللي هو الفايبروبيتك انسترومنت. هذا النوع خصائصه based on optical viewing bundles يعني يعتمد على الرؤية البصرية. القطر مالته الدايمتر من 2 إلى 3 مليمتر وكونتينس يحتوي على 20,000 إلى 40,000 fine glass fibers اللي هي ألياف زجاجية رقيقة كل من عندهم يكون أقرب إلى 10 مايكرومتر in diameter. Each individual glass fiber كل من هذه الألياف الزجاجية is coated مطلات مع الجلاس مع الزجاج of lower optical density to prevent لمنع leakage تسرب الضوء اللايت من الفايبر. الادفانتج فوائد هذا النوع
أول شيء يكون flexible، extremely flexible، كلش مرن، وبالتالي الصورة الإيمج كان بي transmitted، يمكن أن تنقل حتى لو كانت أكو عندنا عقدة بداخل الأعضاء جسم الإنسان. small diameter قطرة يكون قليل، و direct view مباشرة يمكن أنه ينظر إليها الطبيب من دون حاجة إلى مراقب مونيتر. محدداتها مشاكلها، يعني المشكلة الأولى أنه الإيمج مالتها الصورة تكون مو كلش عالية الجودة، مو كلش جودتها عالية، تكون 10 كواليتي و limited number of pixels، بيكسلز مالتها تكون محددة. النوع الثاني اللي هو الفيديو اندسكوب، خصائصه يكون ميكانيكيا هو similar to the fiber endoscope، يستخدم شريحة الـ ACCD chip واللي تدعم الإلكترونيات. الفائدة مالت الـ Advantage Improved Image Quality، يعني يكون الكواليتي مالت جيد، والـ View Through the Monitor، يعني مو مباشرة تمر أول شيء خلال المراقب يلا يروح للطبيب. فلذلك الـ Limitation مالت أنه No Direct Viewing، عكس النوع القبلة اللي كان ماكو مونيتر كان Direct Viewing، كان ذاك قطرة من 2 إلى 3 مليمتر، هنا قطرة أعلى من 5 مليمتر. كالنوت ميد بي يعني لا يمكن يكون أقل من 5، هو أكثر من 5. النوع الأخير اللي هو الكبسول، كبسول اندسكوبي، one of the recent development in the field of endoscopy، واحد من أحدث أحدث النواظر اللي متطورة كلش هي الكبسول، اللي تحتوي على ميني كاميرا، كاميرا صغيرة بداخل الكبسول ليبلعها swallowing patient، يعني البيشنت يبلعها. شكو داخل الكبسول كاميرا؟ اكو عندنا اوبتيكال دوم، يعني عندنا هذا الشكل، شكل الدومات، شكل الكبسولة انتو شايفيه اكيد. shape results and easy orientation of capsule axis along the central of axis of a small intestine and help propel the capsule forward easily، يعني شكله يكون دوم على سهولة البلع. lens holder اللي ماسكة العدسات، تمسك العدسات وتكون هاي تحكم وماسك العدسات بشكل كلش محكم. العدسات lens، هاي lens موضوعة behind، موجودة خلف ال light receiving window، موجودة خلف الضوء light receiving window. بالنسبة illumination leads للدات اللي هي light emitting diode، هاي تكون على شكل دونات، تكون على شكل دونات، تكون بين العدسات وال CMOS image سنسر، مستشعر سيموس. السيموس ايمج سنسر الحساس، هذا سيموس هي مختصر لكومبلمنتري ميتال اوكسايد سيمي كوندكتر. الايمج سنسر هذا المستشعر يكون كلش امبورتنت بارت، كلش ضروري من الكبسول بسبب حساسيته العاليه، هاي سنسيتيفيتي، وبروديوس فيري هاي كواليتي ايمج، الصوره ما تكون كلش واضحه. يمكن انه هو طبعا تحريك الناظر لا 140 درجة، يمكن نحرك النظر 140 درجة بداخل العضو. باتري طبعا تو بطاريات اثنين، هاي البطاريات من نوع زنك او الكالين الكترولايت او سيلفر اوكسايد، هاي النوع من البطاريات تكون ديسبوزيبل، يمكن انه نبدلها. و doesn't cause harm to the body، ما تأذينا جسم الانسان. الاس اي اس اي سي ترانسميتر اللي هو مختصر لـ Application Specific Integrated Circuit Transmitted، هذا وظيفته شنو؟ محتوي على الالكترودات، هاي الالكترودات معزوله عن بعضها، وهو غرض من عنده انه العزل الكهربائي. اخر شيء الانتنه اللي هي موجوده بنهايه الكبسول وتكون على شكل دوم. شون
الكبسولة تعمل، ما هذا هو شكل الكبسول. الكبسول is swallowed by a patient like a conventional pill، تبدع بواسطة ال patient، وعن طريق تقلصات اللي بداخل الأعضاء هتنتقل إلى المكان اللي إحنا نريده. وأكو wireless recorder، مسجل wireless، طبعا يستلم الإيميج الصور ويرسلها بواسطة البيل. وعندنا الكمبيوتر يعمل عملية البروسيسنج، المعالجة أن ينتجنا صور بشكل مستمر continuous still image. لأن أنا شباب تنتهي محاضرة الناظور، نلتقيكم إن شاء الله بمحاضرة قادمة. تحياتي.